يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. كنا سالناكم في بدايه حلقه النهارده توقعاتكم بالنسبه لنتيجه مباراه الاهلي وصنديب، ولو حابين تبعتوا رساله كمان فيها تشجيع للنادي الاهلي. والحقيقه يعني من الحاجات الملفته للنظر كتير كتير، غير ان هم كتير، مش بس كده، بتكلم على توقعات عاليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، ارضيه الملعب بتثير كتير من المخاوف. يعني حته ارضيه الملعب دي هتلاقيها متكرره لما نبتدي نقرا، هتاخدي بالك بنفسك. بس فعلا انا لاحظت ان ناس كتير توقعاتها عاليه جدا. في ناس قالت 6-0، في ناس قالت 4-1، حاجات زي كده. خلينا نشوف. محمد رأفت بيقول اتوقع الفوز ان شاء الرحمن 3-0، وعايز اقول للاعبين 11 راجل في الملعب العبوا بروح الفانيلا الحمراء من بدايه حتى النهايه. عبد الله ابو بكر بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 1-0، هو ده اللي كنت بقوله لك، في ظل ظروف الملعب اللي مش كويس. ومحمد احمد بيقول يا رب نطلع باقل خسائر لان الملعب شكله صعب جدا. وان كانت النتيجه احنا قادرين نخلص في القاهره وربنا يسترها عليك. احمد نخلص في القاهره حلو. احمد السيد صباح الخير، توقعه برده 4-0 ان شاء الله. احمد سمسم صباح الخير على افضل برنامج صباحي وعلى اجمل مذيعين، نشكرك يا ابو حميد. توقعاته 2-0 للاهلي وربنا يستر من الارضيه والاصابات. ومصطفى عبد الراضي بيقول برضو 2-0، وان شاء الله مباراه العوده نعمل فيها سكور اكبر من كده. وكريم السيد برضو 3-1، وبيقول ربنا يستر من الاصابات عشان شكل ارضيه الملعب مش مطمئن. سحر محمود ان شاء الله الاهلي 4-0. واحمد نصر ابو مريم بيقول ان شاء الله النتيجه تكون 2-0 للنادي الاهلي وربنا يكملها على خير واللعيبه كلها تطلع سليمه من الملعب ده. محمد جمال باذن الله طبعا، يعني بس هي حاجه مقلقه اكيد. طبعا. محمد جمال برده 3-0، واضح كده ان لحد دلوقتي التوقعات ما بين 3-0 و2-0. 3-0، وبيقول للعيبه الرساله ان يستمروا بنفس الروح والعزيمه دي مع موسيماني عشان نحقق العاشره باذن الله. محمد رمضان بيقول 2-0، وبيتكلم الظاهر هنا عن مين هيكونوا رجال، يعني او مين اللي هيجيب الاجوال، بدر بنون ومحمد شريف. عبد الله ماجد بيقول ان شاء الله فوز النادي الاهلي 3-0، وبيقول عاش ابطال افريقيا العشره يا اهلي. وحامد جوده باشا بيقول الفريق اللي واخد التاسعه، بص المنطق بقى اللي بعد دي والله العظيم، بيقول لك ايه، الفريق اللي واخد التاسعه ياخد العشره. صحيح، وده منطق قوي، كلام برضو صحيح. سليم جدا. اسلام عدلي الاهلي يفوز 3-0 برضو، شفت بقى في اجماع هنا. بس مين المعلق؟ وعلي نصار صباح الخير ان شاء الله يكسب 4-0. ومحمد فؤاد النجار 5-0، لا ده في زياده بنعلى اهو. وطريق العشره باذن الله. النبيل رجاء بيقول متوقع فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله، الاهلي دايما عظيم ومعودنا على الانتصار، العشره يا اهلي. مصطفى مجدي سريعا 5-0 وبيتوقع تألق كهربا. حماده حبيب بيقول ان هو 1-0، ده اول مره بقى حد يتوقع هذا التوقع. هاني عبد السلام بيقول برده 2-0، ويا رب يشفي كل لاعبينا امين. طيب رجعنا بقى للخمسات مره ثانيه. احمد سامي احمد بيقول صباح الخير عليكم، الاهلي هيفوز بخماسيه يا رب. وابو عبد الله بيقول ان شاء الله يفوز الاهلي. علي فراج عبد الصادق بيقول ان شاء الله 3-0، واللي هيجيبوا الاجوان محمد شريف، حمدي فتحي وكهربا. خالد جمال 4-0 للأهلي. أحمد محمد 3-0، وعلاء محمد 2-0، برضو نفس الأرقام تقريبا كومن في معظم التعليقات. إسلام محمد بيقول 3-0 للأهلي إن شاء الله. محمود أبو روان 1-0 للأهلي. وأحمد أدري بيقول 4-0 إن شاء الله للنادي الأهلي. إحنا كان مفروض نعمل عارف إيه بقى، رهان اللي كان هيتوقع النتيجة صح والله، كنا نقدم له مثلا برضو تي شيرت الأهلي ولا حاجة. نعمل كده في الماتش الجاي، نعمل كده في الماتش الجاي 10 الصبح في الأهلي، يقدم تي شيرت للفايز. ممكن نعمل كمان أكتر من فايز اللي هيتوقع نتيجة المباراة. بس صعبها صح. بقى مش بس النتيجة، النتيجة ومين اللي هيجيب الأهداف. حرام عليك كده، ما حدش هيكسب. خلي بالك إحنا عندنا شوية مشجعين للنادي الأهلي في التحليل وفي التوقعات. ما أقولكيش. ماشي. نادر محمد علي بيقول 3-0 للأهلي. محمد بركات 3-1 للأهلي. ايه الواحد بقى ده؟ مش حلو الواحد ده. لا 3-0 ليه كده؟ احنا ظابطين نفسنا على 3-0 وانت طالع، لكن الواحد ده مش مطلوب. احمد مصطفى 4-0 للاهلي. واحمد فراج 3-0 للاهلي باذن الله. محمد مارلبورو 7-0 7-0 للاهلي. طب قول يا رب. ماشي. بسام ابو مكه 3-0. ايمن محمد 3-0. ابراهيم السيد 2-0. ومحمود عبد المحسن ان شاء الله الفوز بثلاث اهداف، محمد شريف، علي معلول، كهرباء. برضه محمد شريف وكهربا على فكره في كومنت.
كتير. محمد اسماعيل، مصطفى اسماعيل ان شاء الله فوز الكيان 2-0، وكريم محمد 3-0 برضو نفس الارقام. انا عندي بقى المره دي 2-0 ثابته، ياسين سيف الشاويش بيقول 2-0، ومحمد شاهين بيقول 2-0 كهربا، هيجيب جون منهم باذن الله. احمد طارق هنا مختلف بيقول 1-1، دي اول مره بقى التوقع ده نشوفه. اسلام الاهلاوي بيقول 3-0 باذن الله للاهلي، اهلاوي جدا جدا. ابراهيم مغازي هو كمان بيقول 3-0 للاهلي، ومحمود جمال بيقول فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. مصطفى 74 بيقول 2-0، ويوسف يوسف 5-0، لا 5 دي برضو مش كتير قالوا. محمد محمود عزة بيقول ان شاء الله يكون يوم جميل و2-0 للنادي الاهلي. طارق بيقول 3-0 للاهلي ان شاء الله، وكريم السيد بيقول 3-1 للنادي الاهلي. طيب اخيرا بقى احمد السيد، في البدايه شكرا خاص لقناه الاهلي العظيمه على اذاعه مباراه الاهلي في كره القدم وفي كره السله، شكرا ليك، وان شاء الله نتمنى الفوز الاهلي في كلا المباراتين. اما بالنسبه لتوقعنا ان شاء الله الاهلي هيفوز 4-0. كلام جميل. طب احنا بقى ما نختم بتوقعاتي انا وانت. طبعا عايزه بس قبل ما نروح التوقعات، بص لسه حضراتكم في ناس كتير جدا، بس انا مش عارفه ليه في فقره السوشيال ميديا صغيره، نحاول من الاسبوع الجاي ان احنا نطول الفقره دي شويه علشان فعلا نلحق ان احنا نقرا كل التعليقات اللي بتيجي. توقعاتك يا كريم. انا بقول ان شاء الله ولا يكثر على الله. ايوه وعينك كده، عين مقفوله وعين مفتوحه. ايوه 3-0 كده ان شاء الله. 3-0. المخرج أنا بيقول 1-0. انا رايح بالطموح لثلاثه. انا اقول يعني بصراحه انا حاسه 2-0. ماشي هنشوف. نوت باد. مش وحش. طيب احنا بنشكر مين فينا هيختم؟ زي ما انت عايزه. حابه توزعي الادوار حضرتك ولا نعمل ايه؟ يعني دلوقتي اتورطت في الختام ولا تحبي انت فكرك؟ انت شايفه كده؟ طيب حلقتنا خلصت، دي كانت حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله يوم الاحد الجاي باذن الرحمن نبتدي معاكم حلقتنا قبل النهارده لا غيرت بقى المره دي على سبيل التمويل. نبتدي مع حضراتكم حلقتنا بالتهنئه ان شاء الله بعد ما نحضر كلنا ونشهد على انتصار الاهلي باذن الرحمن في مباراه النهارده. يا رب كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري، ونشكركم على حسن المتابعه لحلقتنا. احنا هنكون في النادي لو حابب تيجي بعد الراديو بتاعك. للاسف ان شاء الله. شوف حضراتكم الاسبوع الجاي باذن الله.